السلام عليكم، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. معاكم أخوكم أوس من قناة أوس كيبوب. اليوم بنتكلم عن الجزء الخامس من سلسلة قصة ديستني كاملة بالعربي. هنتكلم عن المايند بندر. بعد سقوط نوكريس وزول في الحرب مال مارس، وبعد دخول الجارديان حرب شخصية مع البارونات والسكون، الهايف دخلوا بمرحلة غريبة جدا. في واحد من البارونات اسمه هيراكس ذا مايند بندر اللي قدر يعيش في الهالماوث لفترة طويلة كدريج. فبعد سقوط عدد من السفن بعد معركة الساترن مال تيكن وور على تانجل شور، استطاع ذا مايند بندر انه يتحكم او يخلق فد مجموعة جديدة من الهايف في تانجل شور ويطورهم، وقدر ايضا انه ينشئ لنفسه اسندنت ريلم بعد ما كتلوا مجموعة من المارونات، كتلوا كيد 6. هو استطاع انه ياخذ هذا الشيء ويسوي اسندنت ريلم لنفسه، وسوى تجارب على الايثر وصنع ديدان الايثر، لكن تم احباط عمليات المايند بندر بعدما انطلق الجارديان في رحلة انتقام ضد كل البارونات او البارنز. وبعد قتال في سفينة هايف محطمة مدمرة، تم القضاء بالكامل على المايند بندر وتحطيم الاسندنت ريلم حقه وتاركين الهايف بدون اي قيادة على الريف. بعد فترة وبعد فشل البارونز، يعني بعد ما ذبحوهم الجارديان، وبعد ما كنا نسوي مصلحة مع قائد فولن او اللي هو اسمه السبايدر، رجع الجارديان والسبايدر للعمود يفككون الهايف الموجودين في تانجل شور اللي تكاثرت اعدادهم بشكل غريب. وبعد موت المايند بندر اصلا بدأت اعدادهم تزيد، فبالقتال خلال سفينة محطمة مع الهايف او الجزء المحطم منها وبعمق عش الهايف، واجهوا فارس مفعم بالإيثر، مشبع بالإيثر، فقاموا باستخدام هذه الطاقة اللي لقوها لاختراق دفاعات الهايف، ثم واجهوا ملكة العش وخطيبة أو قريبة أو يعني لها صلة مع المايند بندر اللي هي إن أناناه، الملكة الهايف أو ملكة العش ما ذاك المكان. فتم القضاء عليها وبدت أعداد الهايف بالتناقص. الآن بنتكلم عن فصل مهم جدا في حياة الهايف ومعركتهم ضد العالم. فحنتكلم عن ريفن اوف ثاوزند فويسز. بالرغم من كل الاحداث اللي صارت، زول وغيره والمايند بندر وخطيبته، بقت سافاثون تتحكم وتدير الهايف والتيكن. طيب سؤال هنا، كيف قدرت سافاثون انه تتحكم بالتيكن؟ هي ما عندها القابلية انه تأخذ تيك اي احد، والتيك هم راجعين الاوركس. في زمان تكلمنا في الجزء الثاني اعتقد او الجزء الاول انه اوركس وقت من الاوقات هاجموا عالم الفيكس بقيادة كوريا. اجا اوركس واخذ كوريا سواه تيكن وعطاها لمين؟ السافاثون. فمساعدة كوريا
بقت سافاثون تتحكم بالتيكن. سافاثون عندها مخططات كبيرة جدا لمدينة الأووكن لدريمينج سيتي. فبعمق المدينة كان يوجد حارس اللي هو أهامكارا ريفن أوف ثاوزند فويسز، اللي صار تيكن وصار أحسن حليف لسافاثون. فريفن بدت انه تمشي بمخططها، بدت تهيج السكورن بكل الريف، ومن ضمنها قتل كيت سيكس. كانت خطتها بالاصل انه تفتح البوابات مال دريمينج سيتي من خلال الامير ألدرين سوف كلعبة بيدها، تطلع له او تظهر له كاخته، وببطء شديد بدت تسمم عقل الامير وجعلت وسوته يعني طائع الها، فخلته يبدي يجمع الاشياء اللازمه لفتح البوابه الى الدريمينج سيتي. شلون تفتح البوابه؟ تجمع قطعه من الضوء وتجمع قطعه من الظلام وتنفتح البوابه، يعني قطع من الداركنس وقطع من اللايت وتنفتح البوابه. الامير اكيد انخدع ونجح فتح البوابة، بس بدل ما يلقي أخته لقى مخلوق بشع جدا، إلا وهو The Voice of Raven. هنا مرة أخرى Guardian استطاعوا أنه يلحقون بأولدرين سوف وقتلوا الكاميرا أو الوحش هذا والتقام لكيت سيكس، لكن ريفن ظلت تهدد المدينة والريف وكل المجموعة الشمسية أو السولار سيستم. بالرغم من كل هذه بدأت تجمع المساعدات من الفانغارد ومن الأووكين، وتم تطهير التيكنوس أو هم السحرة حقته الأووكين من أنه يكونون تيكن، ونجحوا الجارديان بقتل ريفن وتطهير قلبها من التيكن، من يكون تيكن. بس لسوء الحظ الجارديان والأووكن قتل الريفن كان مخطط له، يعني كان مخطط من قبل مين؟ من قبل سافاثون، وكان يعطي سافاثون فائدة كبيرة جدا. فقبل موتها بلحظات ريفن أعطت أمنية أخيرة وهي لعن الدريمينج سيتي، وخلتها بين العالم الحقيقي وبين الأسندنت ريلم، وبدت التيكن بلايت الكور السوداء الكبيرة تنتشر وتغمر المدينة خلال أسابيع. مع تغيير هذه القواعد للمدينة ظهر الهايف والتيكن تحت قيادة شيفاراث ملك الحرب. ليش طلعوا؟ يريدون يسرقون وينهبون المدينة والاستيلاء على ريليكس تحمل أسرار خطيرة جدا، لكن لأي غرض ما حد يعرف. الجارديان تحركوا بسرعة وسرقوا الريليكات من جديد من الهايف والتيكن، وقتلوا خاراس او اكساراس جريد اوف شيفارات. هذا كان يعني ايش اقول لكم، فد مؤشر انه يبين ان شيفارات راح تيجي، ها راح نشوف شيفارات ملكة الحرب او ملك الحرب بالمستقبل. الحين بنتكلم عن فصل مهم جدا اللي هو معركة الثرون وورد. من بدت اللعنة بالانتشار بالمدينة استغلت دول إنكارو اللي هي ابنة سافاثون، استغلت الموقف وبدت بنهم المدينة من أسرارها، والأهم هو توسيع
خطة والدتها أو الملكة لغزو الموزع، الموزع أو اللي هو العالم الكامل حق الدريم سيتي، الكور مال دريم سيتي، لأن إذا تحصل عليه راح تحصل على قوة جبارة جدا. فباستخدام اليوسينيا، اليوسينيا ماراسوف قدرت تخش إلى الثرون وورد، وخلت أو بدت أو وضعت فد نقطة انطلاق من هناك. بمساعدة الهايف والتيكن المرسلة من شيفالاث خالت دول إنكارو، دول إنكارو نفسها خاضت معركة لا نهاية إلها ضد منه، ضد الأوكن بقيادة بيتر فينج. المعركة ما تنتهي، ما يقدرون. الملكة هنا مارا دعت حلفائها من الجارديان للرد على اللعنة، وبعد أسبوعين من قتال الهايف والتيكن فتحوا بوابة تحت البلايند ويل، بوابة إلى الإلوسينيا لإعطاء الجارديان الفرصة لقتل دول إنكارو. بالرغم من الحماية اللي حصلت عليها دول إنكارو اللي رسلتها إلها شيفالاث، وهم ثلاثة دارك بليد، بس تم القضاء على دول إنكارو وكل المساعدات اللي حصلت عليها. لكن هذا الفشل اللي صار كان مخطط إله من قبل مين؟ من قبل سافاثون وخطتها الكبيرة لدريم سيتي. فبعد موت دول إنكارو على يد الجارديان، المدينة راح ترجع إلى نفس الحالة الأولى اللي فتحوا بيها المدينة، يعني راح ترجع إلى نقطة الصفر. ويتم تكرار هذه العملية، تتم تكرارها من جديد، كل مرة تذبح دول إنكارو راح نرجع، كل مرة راح نرجع. من سوى هذه الشغلة؟ هذه الشغلة سوتها كويرا اللي عززت بيها هدف سافاثون الطويل المدى اللي هي تجمع نفسها الجزية. تذكرون احنا قلنا أوركس سوى نفسه في السيستم انه كل واحد صغير يرجع يغذي الاكبر اكبر اكبر حد ما توصل التغذية او الجزية توصل الى اكبر واحد بيهم اللي هو الملك. فهي سوت هذه الحركة على مود تبقى دائما تغذي نفسها، ما تحتاج لشيء، على مود يبقون المينيان او اتباعها يذبحون 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 تجيها. هنا صارت مشكلة كبيرة جدا، يا اما تقتل دول إنكارو وتعيد كل مرة وتظل تغذي سافاثون، او تعوف دول إنكارو، ودول إنكارو هنا بتستولي بالكامل على المدينة. الى هنا نوقف هذا الجزء. اتمنى اني توفقت بعرض القصة الى هنا. اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك والمشاركة، واذا كنت جديد فاتمنى من عندك الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. في الختام نقول مع السلامة.